التعارف تم ازاي؟ وليد توفيق قبل كده قال ان هو كان طبعا معجب بيكي لان هو شاف صورك وعارف مين جورجينا رزق. كان والدي حاطط صورتها، حتى والدي كان حاطط صورتها في البيت. مفيش بيت لبناني كان مفيش صوره جورجينا. طبعا طبعا. فانت كنت بتحبها عن البعد. خطر ابويا، عارف ازاي؟ مش قادر انا. كنت بتحبها عن البعد، عن بعد. مش حب، هو نوع من الافتخار انه كبنت لبنانيه عربيه اصبحت ملكه جمال الكون. اوكي. فده شيء فخر لينا كان عظيم. طب امال الحب بقى امتى؟ عرفتوا بعض ازاي؟ لا ده فرصة، خدي بالك هيدي اشياء خاصة جدا. لا بس انا عايز اقول لك على حاجة وليد توفيق، انا ومدام جورجينا اتفقنا عليك. اوكي خلاص يعني معنا. هو اوريدي احنا جوه ظبطنا وقلت لها هتقولي ايه اكبر غلطة عملها وليد توفيق، قالت لي غلطة واحدة ان انا هقول لك غلطات. ربنا يستر ربنا يستر. اتعرفتوا على بعض ازاي؟ بصي ان احنا اتعرفنا وين تعرفنا؟ بالشام. 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 دمشق. بدمشق. بقى بيجوا بيقولوا لي الناس اللي لا لا هي اول مره في باريس لما المنتج قال لي هنعمل لك فيلم مع الملكه. فانا المنتج قال لي، قلت له انت يعني بتهزر معي انه مين الملكه يعني؟ قال لي جورجينا رزق، هي كانت عامله فيلم مع عمر خورشيد. وفيلم مع رشدي أباظة. أيوة. وصباح. وفيلم مع حرم فؤاد وصباح. وبعد نهائيا عمل السينما. قلت له يا سلام جورجينا يلا. فلما رحت عندها البيت كنت متوقع سوري يعني اروح عليها ايه مثلا قصر. لقيت انسانه متواضعه جدا، بيت متواضع، وكان علي الله يخليه بعد عمره 5 سنوات او 4 عمره 3. لا انا شفت علي وجورجينا ونزلت من علي ابني. كيف كنا بباريس لانه صار في حوادث بلبنان، انتقلت انا على باريس، عرفتي؟ حرب اهليه يعني صار في قنابل وين ما كان ما بقى في. المهم يعني. المهم المهم فقلت لا احنا عايزين نعمل فيلم مع بعض. قلت لي لا 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 انا سينما وفن ده كله في حياتي كان مده خلاص، انا دلوقتي مع ابني علي وعايشه حياه بعيد عن الاعلام وعن الفن. ده اللي حصل اول مره. وجع راس صح. وجع راس. فانت احبطت بقى؟ لا انا قلت بالعكس انبسطت بيني وبينك انه انسانه بهذه الشهره وهذا الجمال رافضه اي عروض مغريات. او اي عروض مال او أي ما لا لا هي مبسوطه بحياتها مع ابن علي وامه علي. امه علي. ناخد بوز او وقفه قصيره نشوف بعض اللقطات من بعض الافلام اللي شاركت فيها ملكه جمال الكون جورجينا رزق. وده كانت هتكمل لنا الحدوته من ساعه ما نزلت البيت وقلت له لا امه علي دي يعني خلاص. هي دي مش لازم تبعدي عنه ابدا. الله ازاي تسيبيه لوحده؟ اصلا خجوله قربي سلمي على الست. قربي سلمي على الست. يا سلام على الادب، اهي دي ست محترمه مش زي التانيه. وهتقعدي كتير في بيروت؟ اسبوع، بعد كده عندي دعوه ازور لندن وباريس واسطنبول. كويس؟ لا ما تتعبش نفسك، انا خارجة بكرة من المستشفى. So beautiful. So beautiful. So beautiful. نزلت انت قلت له لازم ندور على بطلة تانية والفيلم باظ. وراحت الايام وكنت بغني في الشام في شيراتون الشام. وكانت هي في زيارة. كملي انت. اصحابنا عم بيقولوا لي عم بيعزموني على العشاء يعني. قلت لهم ايه وين؟ قال هون بالسهرية. قلت له شو يعني السهرية؟ قالوا لي في بروجرام وفي هذا. قلت له شو البروجرام؟ قال في وليد توفيق. قلت له مين؟ مين وليد توفيق؟ دي حتى ما افتكرتش انها قابلتك. مين معي؟ لا هيدي بعدين. قلت لهم مين وليد توفيق؟ مين وليد توفيق؟ قالوا لي مطرب كذا هيدا، وانا ما كنت بسمع كثير عربي يعني. بقى قلت لهم معلش دقوا لي بعد شوي، بعد شي نص ساعه ساعه اشوف حالي انه بعد جاي من بيروت. لا بس كنت تسمعي ام كلثوم؟ ام بس. بس ام كلثوم. انا تربيت على ام كلثوم. هي اسمع غربي وام كلثوم بس. اي بالضبط بالضبط صحيح.
وبعدين قلت له طيب دق لي انه نزلي ما نزلي بننزل وكذا وجروب ما ادري شو. قلت له اوكي فاين. في رقاصة شرقية محرجة لك موت. انا محرجة موت لوليد توفيق. مش عايز اتجوز. ما كنتش عايز اتجوز. قال لي ايه في رقاصة؟ قلت له اوكي نازلة. كده انا وفايتة واقف هو على الباب كده مساء الخير ست جورجينا ما اعرفش ايه وكذا زيك. وانا اللي فرحان لما قالوا لي جورجينا زي الازرق جايه تحضر الحفله. الملكه جايه تحضر الحفله. يا سلام ترى هي رايحه لرقاصه مش ليا. شفت يا منى هي صدمات البدايات. المهم بعدين شوفوا اللي حصل. الحقيقه اي حقيقه هينا برنامج الحقيقه دلوقتي. ايوه عجبت فيك هون. شفتي ماما رجل وسيم عنده اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.